ومفيش مباراة سهلة أكيد. وفي الفترة اللي جاية كمان تحديدا يعني في الفترة الحالية مش بس في البطولة الأفريقية وحتى على مستوى الدوري المحلي هنا اللي بقى صعب جدا وأكثر شراسة متهيألي في نسخته دي تحديدا. بس اللي يطمننا ويطمن طبعا جمهور النادي الأهلي روح العالية النهاردة حتى ظهرت على أداء اللعيبة في التدريبات في اليومين اللي فاتوا دول والنهاردة موسيماني كمان المدير الفني للفرقة قبل ما ينطلق التمرين كان حريص جدا جدا على أنه يتكلم مع كل اللعيبة في مختار التتش ده كان قبل ما التمرين يبتدي النهاردة العصر. يمكن الجلسة كمان فيها كان بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير أكيد للمباراة المهمة في تكلاب الكنهولي. الجهاز الفني يتفرج على أكتر من مباراة للفريق اللي هيواجهه يوم السبت بيحدد طبعا مواطن القوة الضعف. كان حريص برضو على أنه ينقل النقاط اللي يعني اكتشفها ديت للعيبة أكيد رغبته في الهجوم الضاغط أكيد أنه يسجل هدف بدري بيريح الأعصاب. الهدف عند موسيماني والجهاز الفني المعاون له بس في الوقت نفسه التأمين الدفاعي مهم جدا خاصة وأنه فريق فيتا كلاب عنده عناصر جيدة وأصحاب خبرات. وبرضو بأكد أحمد ثابت هينقل لنا الصورة قربنا من الفريق ده صحيح. بشكل قوي جدا بعد صحيح شوية. أخذ من كلامي كسام الجزء المهم جدا جدا أن إحنا إن شاء الله بإذن الله ننزل ضاغطين عايزين نحسم المباراة من بدري لكن مش على حساب النواحي الدفاعية. أكيد الاتزان ما بين الهجوم والدفاع هو سبيل موسيماني إن شاء الله للوصول للفوز في هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله يوفق في التشكيلة المناسبة لهذه المباراة. كمان من الأخبار الحلوة النهاردة سيام اللي طمن جماهيرنا هو كمان مشاركة حسين الشحات في التدريبات. عارفين إن حسين يمكن كان بيعاني شوية من بعض الإجهاد لكن النهاردة يمكن اشترك بشكل كامل وبشكل أكتر من رائع مع فريقنا. يعني هو كان عنده يعني تمرين امبارح كان شويه اتخبط في رجليه كده شويه جروح سطحيه لكن النهارده اشترك بصفه كامله مع الفريق وده شيء ايجابي جدا. اي لعيب بيعود بيبقى شيء واضافه للنادي الاهلي. كلنا بنطمن على حسين الشحات. كمان على المستوى رقم 10 عندنا مجدي قفشه النهارده كمان بينفذ برنامج تاهيلي للتعافي من كان عنده شويه الام في الركبه كده لكن مش هتمنعه ان شاء الله في المشاركه في مباراه بكره. يمكن النهارده ادى بعض التمرينات الاستشفائيه جري حوالين الملعب شويه لكن كمان اشترك في التدريبات بالكره بشكل كامل. واكيد كمان على مستوى البروتوكول فيروس كورونا كمان البروتوكول 48 ساعه قبل المباراه كل لعيبه النادي الاهلي عملوا اجراء او مسحه الطبيعيه اللي بتقام 48 ساعه حسب البروتوكول في الاتحاد الافريقي. وان شاء الله باذن الله كل لاعبتنا تكون المسحه سلبيه ويكونوا كلهم ان شاء الله مستعدين للمباراه مهمه جدا يوم السبت. اكيد إن شاء اكيد الله. دي مشاهد طبعا من المسحات اللي بيقوم بيها. يا نهار ابيض اللقطه دي بص بتبقى مش طبعا يعني لا طبعا يا خلاص متهيألي هم اتعودوا خلاص هو بالنسبه للموضوع اكتر ناس اجرت مسحات في العالم سعد سمير لا مش سعد سمير اللعيبه كلها بقول اللي شايفينه قدامنا لا هو طبعا اللعيبه كلها بصراحه خلي بالك هم خلاص بقت الموضوع بالنسبه لهم بقى موضوع عادي يعني المسحه كمان النادي الاهلي عنده بروتوكول خاص ان هو كمان كل 48 ساعه بيعمل مساحات للاعيبته فاجراء طبيعي جدا اللعيبه اتعودت عليه. لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريقنا النادي الاهلي بالفوز مباراه يوم السبت عشان